ازيكم يا محبي الابراج، يا رب تكونوا بخير. توقعات الابراج ليوم الثلاث 27 ديسمبر كانون الاول 2022. لازم تفكروا شوية، النهاردة هتفهموا حاجات كتير بافضل طريقة ممكن تبقوا بتتوجهوا ليها بشكل واضح جدا. هيكون عندكم تأكيد واضح على كل المشاريع اللي بتعتبر غير مادية واللي فيها فكرة كويسة لينا. بسبب انسجام كوكب الزهرة ونبتون هيكون عندنا شعور بالسلام اكتر من كل الحاجات القديمة. هنستفاد من حكمتنا الداخلية، خبراتنا اللي هتبقى عندنا هنطبقها بشكل ايجابي على كل علاقاتنا وكل اعمالنا. هنكون حابين اكتر ان نتعامل بلطف مع كل الاشخاص اللي حوالينا، خاصة مع ابائنا ورؤسائنا في الشغل وحتى مع زملائنا. هنكون وقتنا مناسب علشان نسترخي ونرجع مرة تانية لنفسنا ونتقدم بمتعة كبيرة وتوتر اقل. هيبقى فيه تحرر حلو جدا من الماضي اللي عندنا بطريقة مريحة جدا. في حس واضح للفلوس النهاردة هتبقى في يومنا، لكن مش بالضرورة تبقى الموضوع حقيقي في اي وقت. هيتعلق باكتر من حركات صحيحة احنا بنعملها هتبقى بتأدي لارباح حلوة، لغاية ما ينتقل القمر لبرج الحوت ويبقى بيأثر علينا بسبب زهرة فينوس ونبتون اللي بتعتبر مبكرة جدا عندنا. هنبتدي نفتح قلوبنا علشان نتواصل مع كل طاقتنا الروحية والاهتمام اللي بيبقى عندنا مع كل الأشخاص. هتشجعنا الطاقة دي علشان نلاقي الأفضل في كل الناس اللي حوالينا وفي كل علاقاتنا وملذاتنا. هنتعامل مع بعضنا البعض بلطف أكتر وحساسية أكتر من المعتاد. لما نبقى بنشوف الأبعاد الصح للعلاقة اللي عندنا هنبقى فخورين جدا بالمشاعر والمحبة اللي احنا بنمتلكها. من ناحية تانية الوقت مثالي جدا علشان نفك أي ضغط عندنا وننتهي منه ونستفاد من حدسنا ونخلي إيماننا في قضية واحدة ونحبها بشكل أفضل علشان نعرف نتخطاها، لغاية ما يدخل القمر برج الحوت.